المغربي لنهائيات بطولة محليين المقررة العام المقبل براوندا بفوزه بأربعة أهداف نظيفة على نظيره الليبي في المباراة التي جمعتهما بملعب رادس بتونس. المنتخب المغربي افتتح النتيجة في الدقيقة 26 عبر عبد السلام بن جلون إثر خطأ فادح من الدفاع الليبي الذي تلقى هدفا ثانيا قبل نهاية المرحلة الأولى بثمان دقائق عمل توقيع عبد الصمد المباركي. المنتخب الليبي انهار في الشوط الثاني وتلقى هدفا عبر رشيد حسني في الدقيقة 83، ثم أكمل محمد نجم رباعية أسود الأطلس في اللحظة الأخيرة من المباراة ليضمنوا تأهلهم لنهاية راوندا عام 2016. الحديث أكثر عن هذه المباراة معنا مباشرة ملعب رادس مراسل بي إن سبورتس نافع بن عاشور. نافع مساء الخير. اليوم المنتخب المغربي كم استفاد من عدم جاهزية المنتخب الليبي ولاعبيه؟ بالفعل المغربي استفاد من قلة جاهزية المنتخب الليبي، غياب نسق المباريات، غياب الدوري الليبي، توقف النشاط في شتي ليبيا. استفاد من المنتخب المغربي وعرف كيف يحقق كسبا كبيرا وثمينا برباعية نظيفة أهلته رفقة المنتخب التونسي لبطولة إفريقيا اللاعبين المحليين الشان بداية العام القادم في رواندا. المنتخب المغربي أراح نفسه وأراح أيضا المنتخب التونسي لتكون المباراة الأخيرة في هذه الدورة الترشيحية يوم الأحد هنا في رادس بين تونس والمغرب، شكلية واحتفالية بتأهل الفريقين أو المنتخبين للنهائيات. طبعا الذي لاحظناه ان بعض الجماهير الليبيه التي كانت حاضره صبت جم غضبها على خافيير كليمنتي التي اعتبرته لم يقدم الاضافه ولم يرتقي لمستوى ربما المدربين المحليين الذين دربوا هذا المنتخب واعتبروه سببا في خروج حامل اللقب منذ الدورة الترشيحية. نعرف جيدا طبعا المنتخب الليبي هو حامل لقب السابقة من بطولة افريقيا اللاعبين المحلي، خرج اليوم لعديد الظروف التي جعلت من هذا المنتخب هشا خاصة من الناحية البدنية. في المقابل المنتخب المغربي قدم نفسه كأحسن ما يكون وهو من أبرز المتراهنين على اللقب طبعا في ظل النجوم الكبيرة التي تعج بها تشكيلة المدرب محمد فاخر. شكرا جزيلا لك نافع بن عاشور من رادس في تونس. شكرا لك نافع.